بأشكال ساحرة ورسومات مبهرة، لونت تصاميم مهرجان أضواء الشارقة هذا العام واجهات المباني الحكومية في الإمارة الباسمة بعروض ضوئية متفردة قدمها نخبة من الفنانين والمبدعين العالميين، شاركوا في تصميم مجموعة كبيرة من اللوحات الضوئية الملهمة. هذا المهرجان جمع عدد كبير من الفنانين من جميع أنحاء العالم لرسم لوحات فنية إبداعية على أهم صروع ومعالم إمارة الشارقة، وهذه طريقة بالنسبة لإمارة الشارقة ومن الجانب والمنظور السياحي للترويج والتسويق عن كل ما في إمارة الشارقة وهوية إمارة الشارقة والمباني والمعالم الموجودة فيها إمارة الشارقة لجميع أنحاء العالم من خلال هذه الطريقة المبتكرة الحديثة الفنية الإبداعية. المهرجان استوحى لوحاته الفنية من مشارب متنوعة مثل الجمال والعلوم والإبداع والمعرفة من خلال تسخير آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا وتحويله بلمسة فنية مبتكرة إلى إبداع حقيقي مذهل. نقدم كل الامتنان والتقدير للمصممين والقائمين على مهرجان أضواء الشارقة لهذا العام. لقد قمنا بتقديم 20 عرضاً في 17 موقعاً بالإضافة إلى تقديم عروض الألعاب النارية بطرق مبتكرة، والتي كان من أبرزها العرض الذي أقيم في جامعة الشارقة وقدمه فريق نومادا للتصميم تحت مسمى جادة الأضواء. وقد استقطب مهرجان أضواء الشارقة الآلاف من الزوار الذين جاءوا للاستمتاع بهذه العروض الضوئية الساحرة والتي صاحبتها مقطوعات موسيقية راقية رسمت على صروح الإمارة المميزة بطريقة بنائها لوحات فنية ملهمة. مهرجان السنة كان جدا رائع، كان في 17 موقع على مستوى إمارة الشارقة، وحظي بإقبال كبير من قبل الجماهير. كانت العروض رائعة، كان عرض الألعاب النارية اللي يستمر 45 دقيقة، هذا العرض يقام كل سنتين. السنة كان رائع جدا، ونتمنى إن شاء الله الدورات القادمة تكون بهالمستوى وأعلى وأعلى وأعلى. وقد أنار مهرجان الشارقة هذا العام 17 موقعا في الإمارة ليعكس جماليات مباني الإمارة في تفاصيلها المعمارية ويقدم عروضا ضوئية كانت بمثابة تجربة مبهجة للمتابعين واحتفالية سلط الضوء من خلالها على حضارة الشارقة وتراثها الغني. عبد الله الزعبي، قناة الغد، إمارة الشارقة.